وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من نواكشوط الصحفي الموريتاني يحيى ولد أبو بكر. أستاذ يحيى مرحبا بك، بداية ما هي أسباب هذا القرار الموريتاني؟ مرحبا بكم، مساء الخير. بالبداية أقول أنه من الضروري جدا أن نعرج على سياق العلاقة بين موريتانيا وإيران. أعتقد أنه قبل انقلاب 2008، أي انقلاب الأخير الذي جاء بالرئيس الحالي محمد بن عبد العزيز، كانت العلاقة مع إيران تتسم بعلاقة عادية جدا، وأحيانا تكون تمر بفتور. ولكن بعد الانقلاب وجدت السلطة آنذاك نفسها مضطرة عن البحث عن تعزيز شرعيتها وتوسيع دائرة العلاقات مع معظم دول العالم. وفي هذا الإطار تعززت العلاقات مع إيران وشهدت يمكن نقول ربيع. أيضا في نفس الفترة قطعت المغرب علاقاتها مع إيران، ووجدتها موريتانيا فرصة، لأن موريتانيا كما تعلمون في الآونة الأخيرة تشهد علاقاتها مع المغرب توترات وكذا، أحيانا تضعف، أحيانا حتى وصلوا إلى مرحلة أن لا توجد سفارة، يعني سفارة، عدم وجود سفارة. بالنسبة للموضوع الآن اللي نتحدث عنه وحتى نسرد الوقائع، هو أن وزارة الشؤون الإسلامية قبل حوالي أسبوع أصدرت بيانا. هذا البيان قالت فيه أنها ستقوم بإعفاء قرابة 50 إمام مسجد من مهامه، وكانت الذريعة أساسا التي تتذرع بها، أو يعني الحجة التي الوزارة أن تدي محاربة التطرف وكل ما مش يعني هي كل ما يخالف المذهب المالكي السني. وقد بدأت فعلا خطوات فعلية، حيث عزلت إمامين، مسجد علي بن أبي طالب، هذا المسجد اللي معروف أنه هو يمكن يكون مزاوية حسينية في العاصمة نواكشوط، عزلت الإمام، وقامت أيضا بعزل بعض الأئمة في مقاطعات أخرى بنفس التهمة. بخصوص الاستدعاء، استدعاء السفراء، أعتقد أنها خطوة مفهومة جدا، لأنكم تعلمون أن الموقف الرسمي لموريتانيا الآن يتماهى مع هي موريتانيا الآن تعد ضمن حلف عربي تقوده المملكة العربية السعودية، وهذا المحور تعلمون أنه يناوي إيران ويواجه هذه ستة الأصعدة. بالتالي طبيعي جدا أن تأتي هذه الخطوة، لأن موريتانيا في النهاية تبحث عن مصالح وتبحث عن، ولكن يعني أليس الهدف الرئيسي هو يعني منع إيران من نشر المذهب الشيعي في موريتانيا؟ تماما. حتى نكون واضحين، بالنسبة لإيران قبل الثورة العربية كانت في الشارع الموريتاني، حتى كان في تعاطف معها كدولة مسلمة تواجه الإمبريالية الأمريكية الصهيونية. ولكن بعد مواقف إيران من الثورة العربية وتحديدا موقفها من سوريا، يعني انقلب يمكن نقول السحر على الساحل، لأن معظم الشارع الموريتاني الآن لم يعد ينظر لإيران بتلك الطيبوبة وتلك النظرة يمكن نقول الرومانسية التي كان ينظر إليها بها من قبل. أيضا المذهب الشيعي أصلا مذهب غير متقبل في موريتانيا، لأن كما تعلم موريتانيا معروف أنهم كلهم سنيين. في توجد طرق أخرى، لكن ليست لا تخرج عن دائرة التصنيف السني. بالتالي أصبح يمكن أقول لك فيه، إذا كنا صادقين فعلا في التشخيص، نقول بأن المطلب الشعبي تقريبا يمشي في هذا الاتجاه، بأنه لا يريد حسينيات ولا يريد تشيع. أستاذ يحيى، يعني ما هي ردة الفعل الإيرانية يعني من هذه الناحية، ناحية استدعاء السفير الإيراني، أم أن هناك إجراءات أخرى سوف تتخذ من قبل الحكومة الموريتانية؟ بالنسبة لموريتانيا أعتقد أنها يمكن نقول العلاقات الرسمية ستبقى على حالها، تتسم بالبرودة، لأن في النهاية هذا النظام بالغالب، هذا النظام الحالي عودنا على أن العلاقات عنده مبنية على مصالح، حتى يمكن تكون مبنية على مصالح النظام نفسه، ليس لمصالح يمكن يكون الدولة. بالتالي شهدنا أنه في اليوم الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، غدا قطعت موريتانيا علاقاتها مع قطر، لأنها يعني تظن أن هناك مصالح مهددة وينبغي أن تحافظ عليها. رأت أن مصالحها في هذه الدول، دول الحصار، يمكن تكون أهم وأكبر من مصالحها في دول
في دولة مثل قطر. نعم. وحسب ما نسمع الآن أستاذ يحيى ولد أبو بكر الصحفي الموريتاني كان معنا من العاصمة الموريتانية نواكشوط، شكرا جزيلا لك.